الوسط احنا كده اللي هو ده خط حوالي 30 30 طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا بصفه عامه عن الداتا مايننج والابروتش بتاعه في ان هو يستخرج او يعني يستنتج نوليدج من الداتا. وقلنا انه اكثر البروبلمز اللي احنا بنستخدم فيها داتا مايننج هي الكلاسيفيكيشن clustering والبريدكشن اسوشيشن. دي نوعيه الابلكيشنز او البروبلمز اللي احنا بنتناولها باستخدام الداتا مايننج. النهارده هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن is a process of dividing up objects so that each is assigned to one of a number of mutually exclusive. The other kind of mutually exclusive, يعني أي instance في الداتا سيت لازم ينتمي إلى كلاس واحد بس. ما ينفعش إنه نفس الانستنس ينتمي لأكثر من كلاس. حاجة تانية إنها تبقى exhaustive معناها إنه كل الكلاسز متعرفة وبالتالي مفيش حاجة اسمها element ملوش كلاس. تمام؟ يبقى احنا دي الفيتشر او تو فيتشرز اللي ان احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا. امثله في امثله كتيره جدا لاستخدام الكلاسيفيكيشن. مثلا في buying a product ازاي ان انت بتقرر انك هتشتري برودكت او مش هتشتري. having a disease لو انت عندك داتا سيت من لمجموعه من المرضى ازاي ان انت تتوقع ان في واحد ممكن يجي له disease معين او لا. يعني ايه ان هو vulnerable يعني ممكن يجي له disease ده او لا. stock price اللي هو الاسهم. انت ممكن برضو تعمل كلاسيفيكيشن للستوك برايس ان هو ممكن يعني ايه يبقى مرتفع او منخفض او ستيبل. في كذا نوع من الكلاسيفايرز. النهارده هنتكلم عن البيز كلاسيفاير وهو بيعتمد على البروبابيلتي ثيوري تو فايند ذا موست لايكلي اوف ذا بوسيبل كلاسيفيكيشنز فور ا سبيسيفيك. يعني لو عندك داتا سيت وعندك انستنس هو يعني البيز كلاسيفاير بيقدر يحسب لك البروبابيلتي انه الانستنس ده هو بينتمي الى اي من الكلاسز بتاع اللي انت عاوز تعمل كلاسيفيكيشن. طبعا ليها استخدامات كتيره جدا زي التكست كلاسيفيكيشن. ودي على فكره الابلكيشنز دي يعني منتشرة جدا. يعني من ضمنها انك مثلا لو عندك تكست تقدر تعمل له كلاسيفيكيشن. مثلا هل هو بيتكلم عن السياسة، بيتكلم عن الكورة، بيتكلم عن الاقتصاد. سبام فلترنج اكيد انتم يعني سمعتوا عن سبامينج. سبامينج اللي هو حد يبعت لك ايميل بغرض ان هو عاوز يسوق لك يعني برودكت او كده. فانت طبعا لو انت سبت الموضوع كده هتقدر تميل. ف السبام فلتر في لاين كده يا دكتور ممكن من الكيبل وايرلس. هي وايرلس اصلا انا شغال وايرلس كده اصلا. ماشي. سبام فلترنج اللي هو يقدر يكلاسيفاي الايميل اللي جاي لك ده هل هو سبام ولا نان سبام او هان ساعات بيسموه. سنتمنت اناليسيس. السنتمنت اناليسيس اللي هو بيقدر يكلاسيفاي يعني اوبينيون وراي او مقوله على انها بوزيتيف او نيجاتيف. يعني مثلا لو انت مشترك في جروب
وتتكلم عن موضوع معين، في واحد مؤيد دي، في واحد حد ايه ممكن يكون مخالف ليك في الرأي، ممكن يبقى بوزيتيف المؤيد دي بوزيتيف او المخالف يبقى نيجاتيف، او ان مثلا حد بيقول رأيه مثلا في اكله معينه فممكن اوتوماتيكلي انت ممكن تعمل كلاسيفيكيشن للريتنج بتاعه اللي هو التكستشوال ريتنج، تكست يقدر يحوله او يعني كلاسيفاي الى بوزيتيف او نيجاتيف. ريكومنديشن سيستمز، ريكومنديشن سيستمز اكيد انتوا كلكم تعرضتوا ليه، وانت في الفيسبوك مثلا تبقى انت مثلا بتدور على حاجه معينه، فتحت الفيسبوك يروح جاي لك ايه اعلان، اعلان على حاجه زي اللي انت بتدور عليها. دي بيشوفها يعني بيشوف يعني بيعرفها ازاي، عن طريق ان مثلا لو اثنين بيتفقوا في بعض الاشياء فممكن هو يعني يعمل ريكومنديشن للحاجة اللي التاني بيحبها بيعمل لك الريكومنديشن دي. يعني مثلا انا واسمك انا واحمد احنا الاثنين مثلا بنحب فيلم مثلا ايه جون وذ ويند مثلا، تمام، وكم فيلم تانيين، فممكن فيلم احمد شافه انا ما شافوش، فالسيستم ده هو يقدر يقول ان انا قريب في الراي او في الذوق يعني مع احمد، فيبتدي يقول لي ريكومند ان انت تشوف الايه الفيلم. طبعا الكلام ده طبعا بيطبق على البرودكتس كلها، يعني معظم البرودكتس اللي بتتسوق دلوقتي ممكن تستخدم الريكومنديشن سيستم بشكل ايه مختلف. الميديكال دايجنوز، الميديكال دايجنوزس ان هو ممكن يكلاسيفاي الكيس ده هي على انها مثلا ايه، مثلا عنده تيومر او ما عندوش تيومر، عنده مثلا كوفيد 19 او ما عندوش كوفيد 19 وهكذا. طبعا فيها تطبيقات كثيره جدا، انا حبيت اقول لكم على مجموعه او يعني اعرض عليكم مجموعه من الابلكيشنز اللي هي، لان دي ممكن تبقى ايه مجال من المجالات اللي انت ممكن ايه تسجل فيها الايه الماجستير بتاعك. البروبابيلتي يعني عايزين نفكركم بيها، اكيد انتوا كنتوا فاكرين اكتر مني. جيبن اداه السات ذا كونتينز انستنس، المقصود بكل ان انستنس يعني ان ريفرنس، ان انستنس يعني ان ريفرنس. بروبابيلتي اوف اي is the probability of an event E that has occurred n times. يعني n of E times. يبقى event ده هو occurred n of E times. إذا ماشي كده صح؟ معلش انا بس ازاي لمس دي البروبابيلتي بتاعتها ال P of E يساوي N of E على ال N اللي هو عدد مرات ال occurrence بتاعت ال event E على إجمال ال events، دي حاجات يعني إيه بديهية. نضيف عليها حتة جديدة اللي هي ال conditional probability. إيه المقصود بال conditional probability؟ ال probability في ال event given إن ال event تاني already حصل. فدي بتتكتب بالشكل ده P of A given B، يعني given ان B ده هي already occurred، probability of A is number of اللي هي N of A and B ال events اللي فيها A و B الاثنين مع بعض على ايوه intersection تمام على ايه على number of B، تمام. ال joint probability اللي هي probability of A and B equal the probability of A given B times probability of B. تعالوا نشوف هنا example. دي الـ A الـ data set. المرة اللي فاتت قعدنا نتكلم عن الـ data set. مش عارف بس. اوكي تمام. دي الـ data set. ده العدد الدول اللي هم الـ A ان اللي هي ايه؟ number of instances، كل واحد من دول عباره عن instance، تمام؟
دي ابتداء من هنا لغايه هنا دي بنسميها الايه اللي هي وده بنسميه اللي هو كلاسيفيكيشن ده الكلاس ها او الاتريبيوت اللي انا بعمل بيه كلاسيفيكيشن. طب الداتا سيت دي عباره عن ايه؟ الداتا سيت دي عباره عن 20 انستنس بيسجلوا لي البيانات بتاعت الارايفل بتاعت ترين ها القطر الاسكندريه تمام. واحد جه كده وكل يوم يشوف القطر ده هل بيجي في ميعاده اون تايم ولا بيجي متاخر ولا بيجي متاخر جدا ولا كانسل تمام. يبقى عندنا الاربعه كلاسز اللي انا بعمل كلاسيفيكيشن عليهم هم الايه الاربعه تمام. طيب بيسجل ايه كمان؟ ايه البيانات اللي بيسجلها كمان؟ بيسجل الداي هنا الداي اتريبيوت ليه ثلاث ليه كام فاليو. الويك داي الايام العاديه، الساتردي اللي هو السبت، الهوليداي اجازات ايام الاجازات، والساندي اللي هو يوم الاحد. اوكي في حاجه سامي في صوت صفر ده من بره ولا تمام كده. طيب الاتريبيوت الثاني اللي هو السيزون عندنا في الفاليوز بتاع سبرينج وينتر وسمر في اوتم في اوتم ايوه في كمان اوتم في اربع ايه هم اربعه صيانه يعني قلت يمكن اتصلوهم ولا ايام هرب يلا انطر تمام. وعندنا الويند الفاليز بتاعتها نان يعني مفيش ويند او هاي نورمال لول ويند اند نورمال رياح عاديه بس تمام. عندنا الرين عندنا يا اما مفيش رين يا اما سلايد يا اما هيفي تمام. دي الايه اللي هي الفاليوز بتاعتها. البوسيبل ايفنتس كلاسز اللي هي عندنا الكلاسز بتاعتنا ده هي الاي 1 هنسميها كده اي 1 يعني كانسل بتمثل 5% من الايه من الايه الاوكيرنس او الداتا سيت. طب 5% اللي هم فين كانسل مفيش غير واحدة بس واحد على 20 يعني 5%. الاي 2 اللي هو very late 10% يعني حصلت ايه مرتين ادي مرة وادي مرة. ليت حصلت 15% يعني ثلاث مرات واحد اثنين في واحدة في النص في واحدة تانية very late. في حاجه تانية؟ لا واحده هم اتنين بس يبقى هم 10% في المية. هو حسب very late كمان very late very late خمس واحده من تحت او سادس واحده من تحت sorry on time تمام. فيري ليت 10 مرات مرتين صح ودي ثلاث فيري ليت ثلاث مرات فيري ليت هو عكسها انا عكستها دي 15 ودي 10 تمام. طب و70 المهم احنا فهمنا الحكايه بتاعتها ايه ان احنا بناخد الايه البروبابيلتي بتاعه الايه الاوكيرنس. طيب المساله بتقول ايه how should we use probabilities to find the most likely classification for an unseen instance such as 10 تمام. ان هو بيقول لك ان الداي لو كان الداي ويك داي وكان السيزون ويند وكان الويند هاي وكان
كانت الرين هيفي يبقى الكلاس ليت البريدكتد كلاس بتاعها يبقى تزيد الايه اللي احنا عاوزين نعمل. لو احنا ما عندناش اي معلومات هنا خالص، يعني المعلومات اقصد هي ما عندناش معلومات عن الداي ولا السيزون ولا كده، لكن طبعا عندي معلومه فقط عن كم مره القط جاب اون تايم، وكم مره ليت، وكم مره فيري ليت، وكم مره كانسل. في هذه الحاله هستخدم الايه الفريكونسي، الفريكونسي اللي هي نمبر اوف اوكيرنس بتاعت الايه الايفنتس تقريبا. ولكن في هذه الحاله طبعا هتدي لك بيانات يعني ايه يعني ازاي مش ايه مش مش إيه مش طبيعي، انت كده ما استفدتش من البيانات الموجوده عندك، which is not طبعا ايه satisfactory. طيب نعمل ايه؟ طب نحاول ايه نستخدم اتريبيوت واحد بس اللي هو السيزون. نفترض ان احنا نستخدم اتريبيوت واحد بس اللي هو السيزون، هنستخدمه ازاي؟ what is the probability of the train being on time if we know that the season is winter. تمام. في الحاله دي احنا اصلا اوريدي عندنا 20 انستنس صح، لكن احنا خلاص عملنا ايه عملنا فلترنج اوت لكل الانستنس الثانيه اللي مفيش معاش سمر ولا اوتوم ولا سبرينج، لا اتس وينتر. يبقى معنى كده ان البوبيليشن بتاعتنا الان بتاعتها اصبحت ايه؟ بقت 6 مش كده؟ 6 اهي 6 وينتر 1 2 3 4 5 6. طب كم مره في الست مرات دول القطر جه اون تايم؟ ادي اون تايم وينتر اون تايم وينتر ليت وينتر فيري ليت ليت فيري ليت. يبقى مرتين بس هما اللي القطر جه اون تايم وكان في الوينتر، يعني معنى كده الاثنين ايفنتس حصلوا مع بعض. خلينا نسمي الاي ان القطر جه اون تايم، وبي اللي هي ايه وينتر، يبقى البروبابيلتي بتاعتها تبقى بالشكل ده 33% اللي هي 2 على 6 اللي هي عدد مرات حدوث الايفنت بتاع اون تايم على عدد مرات الوينتر الايه الكلي للوينتر. او ممكن تتقال كده اللي هي probability of class on time probability on time given the season is winter. طيب عاوزين قبل ما نخش على النقطة اللي بعد كده عندنا two terms عاوزين ايه يبقى ايه كمان كويس. probability اللي هي ال posterior and prior probability. Probability that we can calculate for the classification after we have obtained an information is called posterior probability. يعني بعد ما احصل على معلومة إضافية يبقى الـ probability اللي أنا أحسبها اسمها إيه؟ posterior. طب قبل ما استخدم أي معلومة زي ما شفنا في الأول خالص اللي هي اللي في الاول خالص دي تمام دي ده بنسميها ايه ستوري. لا البراير بروبابيلتي يبقى البراير بروبابيلتي اللي هي من غير ما استخدم اي معلومه اضافيه. البوستيرير بروبابيلتي بعد ما عرفت بعض المعلومات الاضافيه خلاص دي الكونديشن. يعني ايه الكونديشن؟ بعد تحقق كونديشن معين. هنا عاوزين نعمل ايه؟ What is the most likely classification
of an instance given that rain equal hail. دي question بتاعها. دي هنعرفها ازاي؟ ها؟ في حد عايز يقول؟ هنعمل ايه؟ متخيلين ايه اللي هنعمله؟ السؤال اللي قبل كده كان ايه؟ كان احنا كنا عاوزين نعمل ايه؟ سيزون مع السيزون. لا كنا احنا اخذنا اتريبيوت واحد بس اللي هو السيزون، اوكي؟ وكنا بنقول ايه؟ لو السيزون وينتر، ايه البروبابيلتي للكلاس الاون تايم انه يكزيست؟ انه يتحقق؟ تمام؟ ده سؤال مختلف عن السؤال اللي احنا بنقوله دلوقتي. السؤال اللي احنا بنقوله دلوقتي the most likely classification. انا مش عارف اني classification. هل هو on time ولا late ولا very late ولا cancel. انا عرفت ازاي؟ نشوفها من الكلاس. لازم اجرب كل بس حاجه بسيطه خالص. نعمل نفس اللي احنا عملناه قبل كده. شايفين اللي احنا عملناه هنا لل on time هنعمله لل late وال very late والكنسل. واللي اعلى البروبابيلتي بتاعته اعلى هو ده اللي احنا ايه هنستخدمه. موضوع ايه بسيط خالص. Then we calculate the posterior probability of each class and select the highest probability. تمام؟ probability of on time given rain heavy. خد بالك من الكونديشن الوحيد بتاعنا ان الايه rain heavy. rain heavy given rain heavy probability of on time هي 20% 20% 40% 20%. إذن أعلى probability إنه هيبقى إيه؟ very late. Very late. So we can conclude that the most likely class is very late. Naive based our base theorem. هنعرف كلمة نايف دي هتي يعني ايه السبب بتاع كلمة نايف يعني ايه؟ يعني فاكره اسم الشخص. لا 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 هو اسمه بايز. بايز هو ده الاسم الايه؟ ده الشخص النايف يا دكتور اللي هو لا نايف اللي هو ايه يعني ايه؟ ملوش فيها. لا مش ايه هنقول ايه يعني يعني موضوع تافه او بسيط او يعني ايه؟ ولكن انا اكتشف بعد كده انه فعلا ال 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 بايز كلاسيفيكيشن من انجح الميثودز اللي بتستخدم كتير جدا. هنشوف دلوقتي ايه مشكله نايف هي جت من ايه. البيز الجوريثم جيفز اس ا واي اوف كومباينينج ذا براير بروبابيلتي اللي هي البروبابيلتي اللي احنا اوريدي عارفينها اللي هي بتاعه كل كلاس اند كونديشنال بروبابيلتيز ان ا سنجل فورم which we can use to calculate the probability of each of the possible classifications enter. Having done this, we choose the classification with the largest value. هنا هو بيتكلم على النايف is that the effect of the value of one attribute on the probability of a given classification is independent. يعني ببساطة جدا هو بيفترض ان كل تعالوا بس كده نبص على الداتا سيت بتاعتنا. بس انا عاوز فينا الجنيه اللي هنمسح هو بيقول انه بيفترض ان كل الاتربيتس ده هي independent. تمام؟ يعني معنى كده ايه؟ انه لو value لو احد الاتربيتس ده هي خد value معين مش هيأثر على اتربيت تاني انه ياخد value معين. يعني مفيش ارتباط ما بين الايه الاتريبيوتس دي وبعضها. اوكي ده ممكن يحصل في بعض الاتريبيوتس لكن في المثال اللي قدامنا ده بالذات
فهو ما حصلش. اوكي مفيش علاقه ما بين الداي والسيزون مش كده؟ في فرق يعني في علاقه ما بين الداي والسيزون؟ ففي علاقه ما بين الداي والويند؟ طبعا الداي لا الداي لا الداي لا معلش انا سمعتها السيزون. في علاقه ما بين الداي والري؟ لا مفيش علاقه. طب في علاقه ما بين السيزون والرين؟ اه طبعا. في علاقه ما بين السيزون والويند؟ اه تمام. اذا هنا المشكله هو الافتراض بتاعه، افتراض ان كل الاتريبيوتس اللي انت بتستخدمها علشان تكلاسيفاي الانستنس بتاعك ده هو لابد ان تكون اندبندنت. وده يعني ايه في معظم الاحيان او في الحياه العاديه ما هواش ايه 100% صحيح تمام. اه غير صحيح. ولكن الغريب انه فعلا البيز كلاسيفاير بيدي نتائج يعني ايه معقوله مش بعيده قوي. طيب تعالوا نشوف بقى الموضوع ده بيتحسب ازاي. given that p of a and b probability the joint probability equal p of a given b times p of b p of b. خلاص احنا عارفين احنا الايه الحكايه ده هي وصلنا لها المره اللي فاتت. طيب بما ان ال p of a هي نفسها p of a and b هي نفسها p of b and a لان ده symmetric and symmetric. واحنا عندنا p of b of يعني احنا عندنا الجبن بتاعنا p of a and b p of b and a تساوي p of b given a times p of a. خلاص يبقى دي الايه المعطيات بتاعتنا. وعندنا السيمتري رول بتاعتنا ان p of a and b هي نفسها p of b and a. اذا معنى كده ان p of b given a times p a اللي هي d تمام تساوي p of a given b times p of b اللي هي تمام. then we can conclude that the Bayes theorem اللي هي p of b given a p of b given a equal p of a given b times p of b على p of a. دي نسميها posterior probability ودي likelihood ودي prior ودي نسميها evidence. تعالوا نشوف مثال ليها. خليها تكمل. Make the assumption that the attributes are independent. The value of this expression can be calculated. نعم. Given a set K mutually exclusive and exhaustive classifications C1, C2, right CK. يعني عندي K classes, عندي K classes numbered C1, C2, right CK. Each class CI has prior probability P of CI. نفس زي المثال اللي احنا عملناه مثلا probability of on time, probability of late, probability of cancel and so on. خلاص دي بنسميها ايه؟ ال prior probability. اول حاجه بنعملها ان احنا بنحسب ال prior probability. And given n attributes عندنا n attributes a1, a2 لغايه an which for a given instance have values b1 b2 لغايه bn. يعني عندي مجموعه من الاتريبيوتس زي اللي عندنا الداي والسيزون والكلام ده كله كل واحد منهم بياخد ايه فاليو b1 b2 لغايه bn. The posterior probability of class ci اللي هي البروبابيلتي
بتاع الكلاس سي اي اللي هي بعد لما اعرف معلومات بقى عن ايه عن الفاليوز دهي فور ذا سبيسيفايد انستنس كان بي شون بروبورشنال تو بي اوف سي اي بروبابيلتي اوف سي اي تايمز بي اوف اي ايكوال في اي 1 ايكوال في 1 الفاليو الاولى للاتريبيوت الاولاني الفاليو الثانيه للاتريبيوت الثاني وهكذا الفاليو الاخيره given الايه الكلاس سي ار. Making the assumption that the attributes are independent, the value of this expression can be calculated using the product. حولا product P of CR probability of CR equal P of A equal B1 given CR times P of A2 equal B2 given CR and A لغاية الآخر لغاية يعني probability بتاع كل 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 attribute بالvalue بتاعته مع نفس الكلاس تطور اللي احنا ممكن في الاخر نكتبها بالشكل ده اللي هي P of CI times the product of P of AJ from J equal 1 to N P of AJ equal VJ given plus CI. يعني هي دي ممكن نكتبها بالشكل المختصر. We calculate this product for each value of r. يعني كل ci from 1 to k. And choose the classification that has the largest value. زي ما عملنا قبل. تعالوا نشوف الايه؟ ادي الداتا سيت بتاعتنا. وادي هنعمل التيبل ده. التيبل دي مهمه جدا. بنعملها ازاي؟ بنعمل كولوم لكل كلاس. تمام؟ لكل كلاس ولكل اتريبيوت لكل فاليو لكل اتريبيوت. يعني خد بالك ده الاتريبيوت الاولاني اللي اسمه داي هنعمل له الفاليو بتاعه ويك داي دي اول فاليو و Saturday و Sunday و Holiday. إذا في عندنا أربعة entries خد بالك. إذا لكل الـ values بتاعة الـ classes ولكل الـ values بتاعة الـ attributes. تمام؟ هنعملها الـ table دهي. أدي الـ day وأدي الـ season. دي أربعة values spring, summer, autumn, winter. وعندنا الـ wind. فيها نون مفيش خالص هاي النورمال واخيرا الرين عندنا نون سلايد انهيف. اول حاجه بتعملها انك بتحسب زي ما قلنا في الاول خالص قبل كده احنا نحسب الايه البراير بروبابيلتي. تبتدي نحسبها ازاي؟ لكل فاليو لكلاس لكل كلاس من الكلاسز نشوف الايه البراير probability بتاعها. بنحسبها ازاي؟ عدد مرات الاوكيرنس بتاعت الكلاس ده على عدد الانستنس بتاعت الداتا سيت كلها. طيب الاون تايم حصلت كم مره؟ تعالى نبص كده. ادي الاون تايم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 مره. اذا عدد الاوكيرنس بتاعت الاون تايم 14 مره. يبقى البراير بروبابيلتي بتاعته تتحسب ازاي؟ 14 على 20 يعني 70%. بنفس الطريقه هنحسب الايه؟ الليت. هنلاقيها كام؟ 10% 2 على 20 10% وال very late 3 15% وال cancelled كان 5
في الماء مرة واحدة بس. يبقى دي أول خطوة. طيب الخطوة الثانية هنعمل إيه؟ لكل اتريبيوت مع كل كلاس. تعالوا نبص هنا اهي لكل كلاس. لكل كلاس هنمسك الايه اتريبيوت. احنا هنحلها ازاي بقى؟ لا استنى نبص عشان ايه؟ عشان ما نعملش الماتريكس كلها. عشان ما نعملش الماتريكس كلها هنعمل ازاي؟ طبعا انت ممكن تستسهل وتروح عاملها كده ايه مره، او انت ممكن تعمل امبلمنتيشن كده لذيذ كده لنفسك، يعني ابلكيشن كده صغيره تعمل لك الموضوع. ولكن خلينا ايه نشوف المساله بتيجي ازاي. بيقول لك ايه what is the predicted class of the following instance. الانستنس ده الداي بتاعه ايه؟ ويك داي. والسيزون كام؟ وينت. وهو اون تايم هو 14. كم مرة؟ كم مرة كان ويك داي في ال 14 دول؟ يعني ايه؟ ادي الويك داي مع اون تايم. ادي ايه؟ واحد، اثنين اون تايم، ثلاثة اون تايم، أربعة ويك داي، هي خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة مرات من ال 14 مرة اللي هم الايه؟ الاون تايم. تمام؟ فايه كانت بشكل 9 على 14 يعني 64 من مايو. ونحسبها برضو بالنسبه للليت تبقى مره واحده بس على 2. وبالنسبه للايه فيري ليت الكانسل، لاحظ ان انا الكانسل ايه زيرو. بنفس الطريقه هنشوف الايه الاتريبيوت الثاني وينتر. وينتر ايه السيزون ايه؟ وينتر. نروح عند السيزون. ها فين الوينتر؟ اهو هنحسب. هي دي الحاجات اللي احنا هنحسبها، وينتر مع اون تايم، وينتر مع ليت، وينتر مع فيري ليت، وينتر مع كانسل. وهنشوف بعد كده الاتريبيوت بعد كده اللي هو الوينت هاي هنحسبها مع اون تايم، ليت، فيري ليت، كانسل. واخيرا الرين هذه هتبقى الاربعه. هي عباره عن ايه؟ اضرب الفاليوز دي كلها مع بعض. شايف؟ شايف الكولوم ده؟ هتضرب 0.7 مع تضرب مع الايه؟ الحاجات اللي ايه؟ الفيليا دي كلها. كده؟ يبقى 0.7 على تايمز 0.64 14 29 هتطلع. ده ايه؟ الـ posterior probability بتاع الـ class on time. تمام؟ نفس الطريقة هنحسب الـ posterior probability للـ late اللي هي 125 من 10,000 مش كده؟ و 220 من 10,000 دي 0. تمام؟ أعلى probability هي ايه؟ فين الـ very ليت اللي هي ده. تمام؟ سهل مش كده؟ اعتقد الموضوع ايه؟ ده الايه؟ 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 هنا بقى ايه في مشكلة بقى شوية كده مش هتشوفها دلوقتي. دي أول مشكلة. النهارده برضو
simple algorithm اسمه k nearest neighbors برضو يستخدم في classification. ال k nearest neighbor is a simple instance based يعني ايه instance based؟ المقصود هنا كلمة instance based يعني هو قائم على الانستنس لو حصل او معتمد على الانستنس ده. انا هشرح لكم الاول بايه يعني البلدي كده. لو انت شفت مجموعه مثلا طيور تمام وسطهم طبعا ممكن تكون طيور مختلفه وشفت وسطهم طائر كده معين فانت عاوز تصنف الطائر ده هل هو يعني يعني شبه اني واحد من الطيور ده هنا فانت بتقرب بتشوف الفيتشرز بتاعه المنقار بتاعه شكله عامل ازاي لونه عامل ازاي رجليه طويله مش عارف وبتبتدي تقارن ما بينه وما بين الطيور اللي حواليه تمام واللي اقرب ليه هو ده يبقى اكيد الطائر ده زي الايه الكلاس اللي هو بتاع الطائر اللي احنا بنوصفه نفس الفكره ان انت بتحاول تشوف الديستنس ما بين الفيتشرز بتاعه الانستنس اللي انت عاوز تعمل كلاسيفيكيشن مع مجموعه الفيتشرز الفيتشرز بتاعه الانستنس اللي قريبه منه كام واحد قريب منه هي دي بقى ايه المشكله انك تحدد عدد الانستنس اللي انت هتستخدمها انك تحدد الانستنس الجديد ده هو بينتمي لانهي كلاس ممكن تقول واحد بس يعني ده تشوف اقرب واحد دي ايه يبقى هو ده اللي زي بالظبط او يبقى مثلا اقرب ثلاثه او اقرب خمسه طبعا لازم العدد ده لازم يكون فرد لانه لو قلنا اربعه مثلا يبقى لو طلع بالصدفه اثنين واثنين يبقى انت مش هتعرف تعمل كلاسيفيكيشن فانت ايه طبعا لازم يكون هنشوف دلوقتي ايه معلش يعني هي دي حاجه زي كلاسترنج كده ولا دي حاجه مش كلاسترنج ده كلاسيفيكيشن الكلاسترنج حاجه ثانيه دي يعني ان سوبرفايزد ده سوبرفايز هنشوف دلوقتي هتيجي ازاي تشوز ذا نمبر اوف يعني الكي ان ان is an instance-based learning algorithm compared to a model-based algorithm. هنا المقصود هنا بالinstance-based يعني هو بيعتمد على الداتا نفسها مش بيبني موديل زي مثلا زي linear regression لو كنتوا درستوا قبل كده linear regression كنا بنعمل ايه لو احنا عندنا مثلا ايه two attributes مثلا ايه x و y وعملنا مثلا scatter plot بالشكل ده بندور على الايه البست لاين تمام نعتبر ان هو ده الموديل بتاعنا بحيث ان لو كانت قيمه اكس كذا احنا بريدكت قيمه واي بكذا بناء على الموديل ده لكن احنا هنا في الكي ان ان او الكي نيرست نيبرز ما بنبنيش موديل احنا بنعتمد على الداتا نفسها وده طبعا بيعمل اوفرلود جامد جدا زي ما احنا هنشوف لان احنا بنحتاج ان احنا نحسب الديستنس ما بين الانستنس الجديد ده هو وكل الانستنس الموجود عندنا في الايه في الداتا سيت طبعا ده بياخد وقت تايم هو يعني الكومبيتيشن it doesn't learn a discriminative function from the training set or training data but memorize the training data set instead يعني بيعتمد على الداتا نفسها مش بيبني موديل ويستخدم K nearest neighbor is non-parametric model where in parametric model we estimate parameters from the training data set to learn a function that can classify new data points without requiring the original training data set. نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا تمام؟ احنا هنا بنحسب السلوب والانترسبت مش كده؟ هي دي البارامترز بتاعتنا بتاعت اللاين دي اللي بنعتمد عليها عشان نحسب اي value جديده للانستنس دي
هنا احنا ما بنستخدمش اللوجن، احنا بنستخدم الداتا دايركت. الالجوريثم ده فيري سمبل، اول خطوه فيه انك تختار الكي، والكي ده هي عدد اللي هي number of nearest instance to the sample being classified، عدد الانستنس اللي انا هستخدمه في ان انا اكلاسيفاي الانستنس الجديد. يبقى الكي ده هي عدد الانستنسز اللي انا هستخدمها في الكلاسيفيكيشن. تاني حاجه تشوز ا ديستنس متريك، طريقه ان احنا نقيس بيها المسافه ما بين الانستنس دي وبعضها. That is a method to be used to measure the distance between the sample and each of the k nearest instances selected in the previous step. Okay? يبقى احنا هنشوف المسافة ما بين الانستنس الجديدة هاي وكل ومجموعة الانستنس اللي حواليها أقرب k instance. Find the k nearest neighbors of the sample that we want to classify and assign the sample the class A. يبقى ايه؟ هندور على الاقرب. ها؟ بنعمل زي voting، يعني مثلا ايه؟ ثلاثة احمر واثنين ابيض، خلاص يبقى دي تبقى دي احمر، تبقى دي classified احمر. زي مثلا المثال اللي قدامنا. احنا عندنا في كام class في الداتا سيت هي؟ ثلاثة. ادي الكلاس الاولاني اللي هو الماينس الحمراء ده هي، و التريانجل الازرق اهو، وعندنا اللي هي الكلاس انتي كلاس الخضراء. تمام، وده الانستنس الجديد اللي احنا عاوزين نشوفه هو بينتمي لاي واحد منه. فبنشوف الديستنس ما بينه وما بين كل، خد بالك انت هتحسب ايه؟ كل الانستنس. تمام، كل مسافه ما بينه وبين كل الانستنس. تمام، وناخد اقرب كي انستنس، بناخد اقرب كي انستنس. كي دي بقى انا اللي حددها؟ كي احنا اللي بنحددها. بناء على ايه دي بقى؟ يعني دي المشكله بتاعت الايه؟ لانك لو انت كترتها قوي هتعمل يعني برضه هلاقي كي كتير. ايوه، ولو قللتها قوي برضه ممكن ما تلاقيش. فانت هي محتاجه ايه؟ ترايل. لاحظوا دي حته برضه مهمه جدا، ان معظم الالجوريزمز او يعني الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها او احنا بنبنيها معتمده على الترايل. يعني انت دايما هتجرب الجوريزم معين وتشوف الايه؟ الخطأ، يعني نسبة الخطأ بتاعته ايه؟ وتستخدم الجوريزم تاني. عادة كل ده الشغل بتاعك، يعني انت عادة الناس اللي هيبتدوا عاوزين يسجلوا في الداتا مايننج او الماشين ليرننج او الديب ليرننج بيبقى عنده كذا الجوريزم، عنده البروبلم داتا او الداتا سيت بتاعته، بيحاول ان هو يستخدم اكتر من مثل اللي يعمل بقى تويكينج للايه؟ البارامترز بتاعته، بحيث انه يوصل للايه؟ لافضل بيست براكتس بقى. نعم؟ البيست براكتس بتاع السوليوشن. افضل سوليوشن. هو ده الشغل بتاع عادة، يعني بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ الداتا ساينس عامة دلوقتي. تمام؟ اذا هنا احنا هنشوف الايه؟ الديستنس ما بين الانسنس الجديده اللي هي واللي حواليها كلهم، ونختار اقرب. يعني هو احنا عملنا ايه؟ 5 انسنس، يعني جيفن ان كي ايكوال 5. هنلاحظ ان ثلاثه منهم هو تراينجل، وواحده ماينس وواحده بلس. يبقى ايه؟ يبقى وي بريدكت ان الانسنس الجديد ده هو اللي احنا ما نعرفوش هو ايه؟ تراينجل. دي نسميها الماجوريتي
advantages والديس advantages بتاع الالفا. اول حاجه advantages is the classifier immediately adapts as we collect new training لو انا بشتغل model based تمام وحصل بقى تغيير كتير في الداتا وكده هضطر ان انا كل شويه ان انا اعدل الموديل بتاعي لان الداتا اتغيرت كتير. لكن هنا في الكينيوس نيمز داتا كل ما بتيجي انت بتشتغل عليها كل ما بتيجي انت بتشتغل عليها فانت انت متاكد انك شغال على الليتست داتا الموجوده حاليا. لكن المشاكل بتاعتها طبعا ايه اكتر ليه؟ لانك بتحتاج انك تعمل كومبيوتيشن يعني كومبلكس كبيره جدا بتحاول انك تقيس الديستنس بتاع كل انس ما بين الانستنس الجديده وكل الانستنس الثانيه. ده طبعا يعني ايه مكلف يعني كومبيوتيشنالي وياخد ريسورسز كتير من ستورج كمان. نعم؟ ليه هو بركز على الريسورسز؟ هتعرفه منين؟ ما انت مش شايف هتعرفهم منين؟ انت شايفهم بعينيك لكن ازاي كومبيوتيشن الكمبيوتر هيقدر يحسبهم ازاي؟ هي دي المشكله. انت ما عندكش وسيله ثانيه غير طبعا انت بقى اكيد بقى في طرق كتير لتحسين الايه الالجوريثم ده انك تحاول ايه انك بقدر الامكان انك تاخد سامبل ما تاخدش كل يعني مثلا عندك 10000 تاخد يعني ايه 100 بدل ما تاخد 10000 تاخد 100 تمام بتدي لك انك ما كل حاجه بتبقى ايه حسب التكلفه بتاعتها تكلفه الايه الشغل بتاعك يعني الهاردوير اللي انا اشتغلها بتاعك تمام فانت عندك 100 مليون انستنس هتعرفها منين لك تحاول ان انت ايه بقدر الامكان تاخد نسبه من او طريقه ما تقلل عدد الايه الانستنس اللي انت عاوز تحسب الديستنس بتاعك خاصة كمان انك خد بالك انت هنا المثالين اللي احنا شفناهم هنا في عندنا كام اتريبيوت في كام اتريبيوت في الداتا سيت ده؟ 3 كام اتريبيوت في عندنا 3 كلاس في عندنا 3 كلاس تمام لكن عندنا 2 اتريبيوت اكس 1 اكس 2 تمام هم دول اللي بيحددوا الايه الانستنت ده موجود فين فانت بتقيس الديستنس باثنين اتريبيوتس بس. طب بقى لو كان عدد الاتريبيوتس لو مثلا ايه 200 300 هتعمل ايه؟ هيبقى حاجه ضخمه جدا. اذا المشكله بتاعتنا كلها طبعا في ان انت بتضطر انك تعمل حكايه الايه حساب الديستنس ده لكل الانستنسز مع زياده عدد الاتريبيوتس بتبقى ايه صعبه. طبعا هنا المشكله الكبرى برضو انك تستخدم ان اي كي تبقى 3 5 عاده بتبقى 3 5 يعني ده اللي بيبقى معظم الكيس اللي احنا بنشوفها. طب الديستنس بنشوفها طبعا احنا عارفين الديستنس ممكن تقيسها بكذا طريقه لكن اشهرهم طبعا اللي هو المنهاتن او تسميها السيتي بلوك ديستنس. تخيل انت عندك سيتي بالشكل ده ها وعاوز تنتقل عاوز تنتقل من النقطه دي النقطة ده هي تمشي كده 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 او كده 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 مش كده ها دي نفس الطريقه بتتحسب بالشكل ده اللي هو المنهاتن ديستنس. لو احنا عندنا 2 بوينتس او 2 انستنس x1 y1 و x2 y2 يبقى المنهاتن ديستنس يبقى x1 minus x2 الابسوليوت طبعا الابسوليوت فاليو of x1 minus x2 plus the absolute value of y1 minus y2. في المثال اللي قدامنا ده الديستنس ما بين النقطة دي والنقطة دي كام؟ 12 تمام؟ يبقى ايه 12 ناقص 4 زائد كام؟ 9 ناقص 2 15. طيب ادي ايه الطريقه بتاعت ايه منهج؟ طيب الطريقه
تعالوا نشوف ايه مثال بتتعمل ازاي، او دي يعني دي ريال يعني ريال ابلكيشن. عندك مكتبة وانت بتسوق الكتب بتاعتك، وعندك 3 كاستمرز، كاستمر 1 كاستمر 2 وكاستمر 3. عندك 3 كاستمرز اوكي. وكل كاستمر من دول بتشوف الايفالويشن بتاعه للكتب بتاعه. احنا عندنا كتب كتير، عندنا بوك 3 وبوك 4 and so on، عندنا كتب كتير. بس احنا في المثال اللي قدامنا ده هنقتصر على ايه؟ على اثنين بس عشان ايه ندي الفكره بتيجي ازاي. ده على فكره مثال للريكومنديشن سيستم. عندنا كاستمر 1 عمل ايفالويشن لبوك 1 5 عجبه قوي بوك 1، وعجبه قوي برده بوك 2 اداله ايفالويشن 5. كاستمر 2 مش عاجبه الكتاب الاولاني لكن عاجبه جدا الكتاب الثاني. ممكن نقول انه ايه مش عاجبه قوي، ها مش عاجبه قوي لان سي 3 مدي ريتنج اقل، اللي هو واحد وحش، يقول الكتاب بوك 1 ده فيري باد و4 ده حلو، ممكن نقول ان هو ايه حلو. طيب we would like to recommend a book to a new customer. عندنا كاستمر جديد اسمه سي 4، كاستمر 4 عمل ايفالويشن للبوكس ده، هي ادى البوك الاولاني 4 وادى البوك الثاني 2. خد بالك احنا هنا في حد بس، احنا عندنا بوك عندنا 4 انصار. نفترض ان السي 1 ارى طبعا كتب تانية هنا ارى 3 5 مش عارف ايه 5 4 2 3. علشان نعرف السي 4 ده هو اقرب لانهي كاستمر من دول، هل هو اقرب للسي 1 ولا اقرب للسي 2 ولا اقرب للسي 3؟ هنقيس الديستانس. الديستانس ما هو الا المسافه ما بين الفيتشرز او الاتريبيوتس بتاعه كل ايه انستنس، ده انستنس وده انستنس وده انستنس. يبقى احنا هنحاول نقيس المسافه ما بين الايه الفاليوز بتاعه الاتريبيوتس ده. اذا المسافه ما بين سي 4 وسي 1 هتتحسب بالشكل ده، 5 ناقص 4 5 ناقص زائد 5 ناقص 2 تساوي 4. بنفس الطريقه هنشوف الديستنس ما بين سي 4 اللي هو الكاستمر الجديد اللي احنا عاوزين نعمل له ريكومنديشن لكتب جديده او كتب ما قراهاش، هنشوف الديستنس ما بينه وما بين سي 2 طلعت 5، وما بينه وما بين سي 3 طلعت كام؟ 5 برضه. اقرب واحد لي كان مين؟ سي 2 سي 3 تمام؟ كان ليه مش اقرب حاجه؟ اقرب انا بدور على الاقرب منها تمام. فهنا بنقول انه سي 4 اقرب لايه؟ لسي 1. فنعمل ايه بقى؟ نشوف سي 1 ايه الكتب الثانيه اللي عجبته وعندنا سي 4 ما شافهاش، نبتدي نعمل له ريكومنديشن ليه. بوك 3 مثلا، بوك 3 عندنا بوك 3 ده هو عندنا كاستمر 1 اداله ريتنج عالي جدا، وبالتالي احنا ممكن
نريكومند البوك ده هو لكاستمر جديد. الطريقة الثانية قياس الإكليديان ديستا اللي هي الديستانس هي الإكليديان ديستانس اللي هي سكوير روت أو اللي إيه سكوير ديستانس ما بين الإير فيتشرز وبعض. نعم؟ أيوة بالظبط ناخد إيه ستريت لاين بنفس الطريقة لو إحنا حسبناها مثلا ما بين using the book rating data set the distance between C1 and C4 هتبقى 3.16. ده مثال عادة المسائل بتيجي بالشكل ده. يعني انت لو جالك حاجة في الامتحان مش هتيجي طبعا يعني طويلة يعني فيها 60 بتاع هتبقى يعني extract يعني تبقى ايه حاجة بالشكل ده. عاوزين نوصل الداتا ست هاي الداتا ست هاي فيها كام اتريبيوت لان عد بقى 2 اتريبيوتس اتريبيوت 1 اتريبيوت 2 فيها كام كلاس نمبر ماينس بلس مين ايوه ماينس الماينس بلس احنا عرفنا عدد الكلاس الكلاس ماينس نمبر 2 عدد الاتريبيوت بتاعتنا اتريبيوت 1 اتريبيوت 2 عندنا كام انستنس تقريبا 14 بقى We have a data set classified into two classes, area, plus and minus, and we need to classify a new instance. يا دائما عندنا الفكرة إيه؟ عندنا instance جديد مش عارفين ده إيه. عندنا حاجة جديدة مش عارفين ده إيه. عايزين نشوفه بينتمي لأنهي class. That has the attributes 9.1 and 11 لكل الاتريبيوتس 1 واتريبيوت 2 اتريبيوت 1 القيمه بتاعته تبقى هنا هو عندنا الانستنس الجديد اللي هو اكس هيبقى 9.1 وهنا هو هيبقى 11. اول حاجه هنكالكوليت ذا ديستنس بتوين انستنس اكس اند اذر انستنس شوف بقى ايه ادي الديستنس ما بينه وما بين الانستنس الاولاني والانستنس الثاني والثالث وهكذا لغايه الايه الانستنس الاخير نفس 20 نعم نفس 20 ايوه ما في حاجه 20 يا جماعه ايوه لا عارف ويا 20 دي قليل ايوه هو رقم قليل بس امتحان كتير الكيس يعني عاده بتبقى عشرات الالاف بتبقى ملناش دعوه كبيره جدا لا ما انت مش هتعملها في ايديك يعني هجيب لك بتاع حاجه كده حلوه كده بتقعد فيها ايه هي مساله واحده في الامتحان يا دكتور خلاص كده ها هجيب لكم مثلا هي 6 اتريبيوتس 45 لا هي دكتور مدرسيه مدرسيه ده حاجه محترمه كده ثانيه ثانيه حلو نفسكم هي ما حضرتش ايه المشكله استنوا سيبهم كده لا لا يعني ده كده زيادة يا موزس لسه فدكتور وانا ممكن نستخدم منهاتن او ايه ولا حضرتك اللي بتحدد دي حسب ما انا اقول لك في الايه في المساله يعني حضرتك بتحدد عاده انا بحددها لو ما حددتلكش انت في ايه بتستخدم ايه الطريقه اللي انت ايه عامل خلاص يبقى لاحظ هنا اللي هي الديستنيشن او الديستنس ما بين اكس واي اللي هو دي اكس واي اللي هو ما بين الاكس والاتريبيوت الاولاني هيبقى 9.1 ماينس 8 اي 9.1 ماينس 8 بلس سكوير طبعا 11 ماينس 6.3 11 ماينس 6.3 بدل ايه الديستنس بتحسب بالشكل ده وبعدين نجيب السكوير ريت بتاعه ادي الايه ادي الفاليو تمام طبعا بندور على ايه
ار طيب هنا select the nearest 5 instance. هنا ال 5 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكي. الكي ده هي عاده طبعا انا برضو ايه بحددها لك المساله عاده انا ايه بحددها لك. بعد كده نعم او انت ممكن تحددها. يا طب السؤال ده انا هسالك سؤال تشيرين الاستنس. انا قلت لهم في الـ في الـ في الامتحان مش عارف المره اللي فاتت قلت لهم ايه لو انت عندك داتا سيت اسمها دي كان المساله والله مش كده عندك داتا سيت دي تمام عايز تعمل لها كلاسيفيكيشن يوزنج الكي ان ان كان عندك الاختيارات اللي انت ممكن تستخدمها يا اما واحد طيب انا مش فاكر كانت واحد ثلاثة وخمسة وثلاثة وأربعة واحد وثلاثة وأربعة وفيها حاجة مش فاكر يعني كانت تقريبا كده. انت هتختار لو كانت الاختيارات اللي قدامك الثلاثة دول يا واحد يا ثلاثة يا أربعة هتختار ايه؟ مش هتختار أربعة ليه؟ مش هتبقى أعلى حاجة لأن أربعة ده إيفن إيفن نمبر. لو أنت عندك النقطة اللي هي الإنستنس كده واللي حواليها كده هيبقى 2 إكس و2 ماينس معرفتش تعمل إيه؟ كلاسيفيكيشن تمام؟ وطبعا واحد يعني مش الأفضل ثلاثة الثلاثة أفضل من واحد ثلاثة أفضل من واحد وبالتالي أنت هتختار إيه؟ الثلاثة دي المسألة اللي جبتها وقعدوا بقى يعملوا الناس اللي شافت انتوا كنتوا موجودين ولا ايه؟ مين اللي كان موجود؟ في حاجة دي؟ قول بقى حاليا ما حاليا ما كانش فيها ده اللي كانت لا لا يعني يكون عندي مثلا 50 انستنس طب 7 طب 5 طب 9 ما هي هي مشكلة الالجوريثم انك تحدد عدد دي بتبقى حسب بقى ايه التجربة والخطأ هتجرب طب من واحد بس واحد بنتين ايوه بس ثلاثة احسن ثلاثة احسن مش كده بدل ما تعتمدي على 1 0 2 تعتمدي على 3 اصلا الواحد كده خلاص انا كده عملت طب لو كنت واحد وثلاثة وخمسة كنت هتقول ايه؟ خمسة خمسة هتبقى أفضل هي أفضل وهتطول بس هتبقى ايه؟ يعني طبعا هو أنا كانت النقطة بتاعتي حتة الإيفن والأفضل دي ايه النقطة اللي أنا كنت عاوز ايه؟ السنة أنت تختار أنا أعتقد الدكتور الواحد من كده أنا عملت له لأن لو واحد بس في واحد يبقى كده أنا خطفته مفيش بقى عامل الكومبارزن بالصدفه مفيش عامل الكومبارزن ايوه لانك لو ثلاثه هتعزز النتيجه اكتر المفروض يكون افضل من واحد المفروض انه يبقى اكتر من واحد تمام طيب هنا بقى في مشكله طب الديستنس ده لو كان احد الاتربيتس القيم بتاعته كبيره جدا بالالاف زي ايه المثال اللي قدامنا نفترض ان احنا دي الداتا سيت بتاعتنا وهنا المايلج ب 18457 نمبر اوف دورز 2 الايج انا لو بعمل ايه يعني دي داتا سيت بتاعت كارز عربيات ونمبر اوف اونرز 8 تمام لاحظ هنا بقى الماجنيتيود بتاعت القيم هنا كبيرة جدا هنا مثلا تلاقي فيه المايلج 18000 وهنا نمبر تورس 2 معنى كده ان احنا لو حسبنا الديستنس التأثير بتاع المايلج هيبقى اكتر بكتير جدا ها او هيبقى الويت بتاعه هيبقى اوفر ويتد ها مقارنة بالايه بالاتربيتس التانية
مش فاهم هو الناس بتتخانق على طول كده ولا في الحوش ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ اتقال لي خير يا ادم بس والله الناس بتتخانق مش بتتخانق خلاص يعني حتى الواحد بيتكلم جنبي قدامك انا افتكرت فعلا حد بيتكلم لما بيتكلموا ما انا قلت لحضرتك هو المجتمع المصري صوته عالي لا بس مش الدرجه دي يعني الدنيا كانت كويسه متطورينه ناس كمل لا لا حاجه صعبه جدا وبعدين النهارده في حاجه مش طبيعيه مؤتمر انا جايب ساعه ونص هو الزحمه دي هو طبيعي حضرتك هو طبيعي لان هو في انشاءات وشغال في كل لا النهارده غير لا الدنيا زحمه النهارده هذا مختلف في حاجه حصلت تمام فهنا بقى حته الايه بنحتاج نعمل حاجه اسمها نورماليزيشن المقصود بالنورماليزيشن ان احنا نحول الفاليوز كلها ما بين ايه الزيرو نخليها شبه الاتريبيوت تبقى رينج الزيرو وال1 ما بين الزيرو وال1 هنعملها ازاي هنشوفها دلوقتي هنا بيقول لك when the distance of this instance from an unseen one is calculated distance between the two instances taken between an unseen one is calculated the mileage attribute will almost certainly contribute a value of several thousand square and the distance that I have here I have a square the sum of squares, while the number of doors will probably contribute at a value less than 10. الحاجة التانية كمان هنا الميلز وهنا هو اللي هي اليونت مختلفة في كل واحدة من دول هنا ميلز هنا دورز هنا ييرز هنا اونرز should not affect the decision on which the nearest the idea of the normalization is to make the value of each attribute between 0 and 1 هنعملها ازاي هنعمل شيفتنج هندور على اصغر قيمه فين واكبر قيمه تمام ونعمل شيفتنج ها بحيث ان احنا تبقى اصغر قيمه تبقى هي ايه الزيرو ومعاها طبعا القيم كلها هتتغير وبعدين نحسب نعيد حساب كل قيمة من القيم الدهية نقسمها على الرينج اللي هو ما بين المينيمم أقل قيمة وأكبر قيمة فهيدينا قيمة ما بين صفر والواحد نعم تاني أنت عندك القيم بتاعتك مثلا في المثال اللي قدامنا أقل قيمة ماينس 8.1 وأكبر قيمة أكبر قيمة 94.3 تمام؟ أنا عاوز أغير القيم ده هي كل القيم مش بس أول واحدة وآخر واحدة كل القيم أعمل لهم شيفتنج كده أحركهم بحيث إن أقل قيمة صفر وأكبر قيمة إيه؟ طبعاً هتتغير يعني إيه؟ يعني اقل قيمه فيهم هتبقى صفر والقيمه الكبرى برضه هتتغير يعني كلهم هيتغيروا بس بحيث ان تبقى اصغر قيمه هتبقى صفر هنعمل ايه؟ تفتكر هنعمل ايه؟ نقسم الرينج نعم نقسم الرينج بس هنعمل ايه بقى في الايه؟ في الفاليو نفسها ستارت فاليو نعم اللي هي اول قيمه المينيمم ايوه دي نساويها بالزيرو دي ايوه دي اللي ايوه بالظبط هنعمل ايه هنحركها بالظبط ايوه بالظبط المينيمم فاليو ده هي ناقصها من الفاليو تمام من كل الفاليوز ونحسبها هننقص المينيمم فاليو من القيمه بتاعت الانستنس بتاعت الاتريبيوت ونقسمها على الرينج اللي هي المينيمم او الماكسيمم ناقص المينيمم تعالى هنشوفها في المثال لو عندنا اصغر قيمه ماينس 8.1 واكبر قيمه 94.2 first we adjust each value of a اللي هي ذات سيت a by adding 8.1 خد بالك adding ليه؟
عشان هي استبدال الثانيه اصلا بالسالب يبقى هي ماينس ماينس النهائي يبقى اي قيمه هننقص منها المينيمم المثال بتاعنا هتبقى ماينس ماينس 8.1 يعني بلس 8.1 so the values now run from 0 to 102.4 من 10 تمام يبقى ده المينيمم المينيمم بقى 0 والماكسيمم بقى 102.4 the minimum and the maximum values are then 0 and 102.4 second we divide all values by 102.4 to make the spread value from 0 to 1 ايه حضرتك الماكسيمم الجديد او المينيمم الجديد بس بص دي هتبقى ادي نختار ان احنا عندنا in general the loss value of variable attribute A is min when max هو max the highest value هي max we convert each value of A وليكن A small هي دي واحدة من ال A هتبقى A minus minimum على الماكسيمم minus minimum طبعا في طرق تانية في طرق تانية كتير في ليل standardization standardization برضو ايه برضو طريقه ثانيه هنا في عندنا برضو مشكله يمكن انتوا اكيد تعرضتوا ليها اثناء دراسه النيورال نتوركس مش كده دراسه النيورال نتوركس هي لسه اللي هي الويت بتاع الايه الفيتش طيب ان خد بالك ان الاتريبيوتس هي مش شرط كلها تبقى ايكوالي كونتريبيوتنج تو ذا ريزلت اوف كلاسيفيكيشن يعني ممكن يكون مثلا المايلج اللي ويت اكتر من نمبر اوف دورز عدد الايه الدورز او مثلا ممكن عدد البيستونز اللي هي البساتين يعني افضل او اكتر من مثلا لون العربيه مثلا ممكن يكون في تاثير اكثر قصدي حضرتك بالويت اللي هو الامبورتنس بتاع ايوه صح كده ايوه الامبورتنس بتاع الايه بتاع الاتريبيوت we may believe that some of the attributes are more important than the others to achieve this we can adjust the formula for euclidean distance بالشكل ده ان احنا نضرب كل ديستانس في الويت بتاع الاتريبيوت يعني الويت ده بتاع الاتريبيوت الاولاني والويت برضه 2 بتاع الاتريبيوت الثاني وهكذا وده بيحسب لنا الايه الديستنس تيكن ان كونسيدريشن ايه الويت بتاع ايه والويت بيبقى جيفن بقى في المساله ممكن يبقى جيفن في المساله لو انا هجيبها ويتد او انت تحسبها بقى حسب الايه الابلكيشن بتاعك يعني انت حسب الابلكيشن بتاعك يعني ده مثلا في المثال بتاعنا احنا هنا لو انت هتدي ويت للمايلج نفترض ان الويت هو مجموعه يساوي 1 هتدي كام منها للمايلج لو انت عندك ايه الاتريبيوت بتاعتك المايلج اللي هو عدد الكيلومترات اللي العربيه مشيتها ونمبر اوف دورز عدد الابواب الايج عدد السنوات بتاعتها ونمبر اوف اونرز عدد الناس اللي هم ايه اشتروا العربيه تمام فانت اكتر حاجه بتاثر هنا ايه اعتقد المايل الايج والمايل المايلز هتدي لها نسبه قد ايه 60% يعني هتدي 0.6 سنه للمايلج طب نمبر اوف دورز مالوش فرق لو مش مهم هتشيله من الداتا سيت خالص. لو مش ده ملوش اهميه بس هو اكيد دي اهميه. الاثنين يعني الاربعه اكثر احسن من الاثنين، فالاثنين مثلا ايه؟ اثنين واحد من مثلا او واحد من 10 واحد من 10 والايدج مهم؟ ثلاثة من 10 اثنين من 10 هيبقى واحد بس ايه نمبر او ممكن نقلل من هنا نخلي خمسة وده يبقى اثنين مثلا تمام يبقى انا كده اهو عملت ويت ها
عصبت شوية. نعم. حسب الابليكيشن بتاعك. هو انت الانجينير، انت الداتا ساينتس اللي بيحدد الويب حسب الابليكيشن بتاعك. تمام، حسب الابليكيشن بتاعك. ده في الايه، في الحاله بتاعتنا ده. طبعا احنا فيها الطرق بقى الثانيه بتاعه النيورال نتوركس، ده بتبقى قصه ثانيه. هو اللي بايه بيعدل ايه الويت ده، هو لغايه ما يوصل ايه للايه للويت بتاعه. في عندنا برضو مشكله ثانيه اللي هي الكاتيجوريكال اتريبيوتس. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن انواع الاتريبيوتس، فاكرنا النيوميريكال والنومينال. النومينال تحتيها ايه؟ كاتيجوريكال، وعندنا باينري، مش كده؟ عندنا المهم احنا قسمناهم لكاتيجوريكال ونيوميريكال. النيوميريكال ما فيهاش مشكله، احنا عرفنا نتعامل معاها. طب الكاتيجوريكال هنعملها ازاي؟ لو عندك واحد من الاتريبيوتس بتاعتك مثلا ايه؟ اللون مثلا ريد جرين بلون، او مثلا جود باد يعني very good، هتتعامل معها ازاي؟ هنا احنا محتاجين وسيله ان احنا نحول الكاتيجوريز دي لنمبرز، بحيث ان احنا ايه نتعامل معاها، نقدر نتعامل معاها في الكلاسيفيكيشن. بالنسبه للايه الكلاسيفيكيشن، there are many ways to work around the problem of dealing with categorical values. One possible way is to consider the difference between two attributes, attribute values, to be either 0 or 1. بناء على similarity. لو بيساوي يبقى القيمة 1. لو مش بيساوي يبقى القيمة 0. أقدر أقول إن red equal red. ها؟ يبقى القيمة يعني لو أنا عندي value red يبقى القيمة 1. طب لو red green يبقى distance ما بينهم إيه؟ سوري يعني الـ distance ما بين الـ red والـ red 0. الـ distance ما بين الـ red وأي color تاني 1. تمام؟ فهمنا الحكاية؟ Sometimes there is an impact order, implicit order between values, like good, very good, اللي بنسميها ordinal. Ordinal ايه؟ attributes اللي هي بيبقى فيها ترتيب. Good, bad, very good. We can encode them using a fixed or variable interval. ممكن نديلها قيم مثلا ايه 0 1 2 3 او 1 3 7 حسب الايه الانترفال اللي انت ايه عاوز. نقدر نقول انه في عندنا يمكن احنا لغايه دلوقتي ممكن نقسم الليرنينج لنوعين. عندنا الايجر ليرنينج. إيجر ليرنينج اللي هو ايه؟ بيبتدي يعمل هوم ورك الاول، ها؟ وبعدين لما يجي انستنس بيقارنه، بيبتدي يشتغل عليه. يعني زي مثلا البيز كلاسيفاير. البيز كلاسيفاير هو بنى الموديل بتاعه اللي هي التيبل بتاعت البروبابيلتيز ده هي، ولما يجي لك انستنس تقدر انت ايه تحسب الديستانس، ها، او تحسب الايه البروبابيلتي بتاع كل كلاس، ها، وتقدر تعمل كلاسيفيكيشن ليه. عشان كده بنسميه ايجر موديل او ايجر ليرنينج موديل. ممكن برضه نتكلم عن الايه ال عن ال لينير ريجريشن او الريجريشن بروبلمز بصفه عامه. انت بتعمل الموديل بتاعك في الاول حسب الداتا سيت بتاعك، تعمل تريننج للموديل بتاعك باستخدام الداتا سيت. خلاص وانس انك عملت كده الداتا سيت، خلاص انت مش محتاج اي انستنس جديد، بتشغله على الموديل اللي انت
ايه عملته. عشان كده النوع ده من learning methods بسميها eager learning methods. النوع الثاني بنسميه lazy learning methods اللي هو ما بيعملش حاجة إلا لما يجي لك instance جديد. جالك instance جديد وعاوز تعمل له classification فتبتدي ايه تشوف بقى ايه زي في الايه في الـ KNN كانت ايه خلاص خلصت انا كلنا خلصت انا خلصان قبل ما اجي اصلا ممكن افتح الباب بقى خلاص انا تقريبا انا خلاص ف ما بتكلم بس الصوت يعني حاجه صح. احنا هنا لو انتوا بتلاحظوا ان lazy learning systems the training data is lazily left unchanged until the unseen instance is presented for classification. يعني انت في ال KNN احنا بنعمل classification امتى؟ لما يجي instance جديد unseen ما نعرفوش ونبتدي بقى ساعتها نعمل بقى ندور بقى على ايه اقرب N او K instance ونشوف الفولتج اللي اعلى حاجه ليها ايه وان هو ده الكلاسيفيكيشن بتاعه مش كده؟ ده النوع ده بنسميه lazy learning systems. هنخش بعد كده على الحته ده هي عايزين نخليها ايه للمره الجايه او يعني ازاي ان احنا بنعمل assessment للايه لو عندي اكتر من algorithms نشوف الايه الاكيرسي بتاعتهم في الحسبه